تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هاي الحلقة الجديدة المميزة من العام الجديد 2021. سألين الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير وعام محبة وصحة وسلامة وسعادة على الجميع إن شاء الله. لنعود إن شاء الله إلى حياتنا الطبيعية بعيدا عن القلق وبعيدا عن الخوف وأيضا بعيدا عن عدوى فيروس كورونا. مستمعين الأعزاء، نذكركم بضرورة أخذ لقاح كوفيد-19 وخاصة الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى، كبار المواطنين وأيضا كبار السن من المقيمين اللي أعمارهم فوق 60 سنة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وأيضا خط الدفاع الأول الله يعطيهم الصحة والعافية في القطاعين الحكومي والخاص، وأخيرا العاملون في المهن الحيوية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا معنا اليوم الأخت آمنة آل علي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وكل عام وانتم جميعا بخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح الخير وصباح البدايات الجديدة وصباح الأحد الأول من العام الجديد. نتمنى للجميع طبعا التوفيق والسعادة في هذا العام. نعم، وأيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض معاكم مستمعينا الأعزاء فقرة برنامجنا لهذا اليوم، ودائما نبدأ بالأخبار المحلية والعالمية، وأول خبر اليوم تحت عنوان جهاز يشبه نظارات جوجل يساعد في علاج الزهايمر، وخبرنا الثاني عن فقر الدم لدى المرأة أثناء الحمل. دائما فقرة السوشيال ميديا وآخر السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمة فحوصات ما قبل الزواج، أكيد الموضوع هذا بيكون عند ختامنا. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان صداع التوتر، وفقرة التغذية عام جديد ومناعة أيضا قوية، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم صحة الطفل تحت عنوان الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز صحة الطفل. نرجع اختيامنا مع الأخبار، شو بناخذ اليوم؟ اليوم حلقتنا مليئة بالمواضيع اللي تهم المرأة أخوي عبد الله، وخبرنا اليوم عن فقر الدم لدى المرأة أثناء الحمل. نعم. قالت الجمعية الألمانية للتغذية أن فقر الدم كثيرا ما يهاجم المرأة أثناء الحمل، وذلك بسبب ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء اللي يحتاجها لتكوين دمه. وأضافت الجمعية أن فقر الدم المعروف أيضا بالأنيميا قد يرجع أيضا إلى نقص عنصر الحديد أو حمض الفوليك في الأطعمة التي تتناولها المرأة خلال الحمل. وطبعا تتمثل الأعراض في الدوار المتكرر وشحوب الوجه وضعف التركيز وضيق التنفس. وطبعا لمواجهة فقر الدم ينبغي على المرأة الحامل الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكون كرات الدم الحمراء لدى الحامل. نعم، ومن فقر الدم اختيامنا ناخذ فقرتنا الثانية لهذا اليوم والسوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. اختي أسماء صباح الخير.
صبحكم الله بالنور والسرور، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة اختي أسماء، وان شاء الله يعني سنة خير عليك وعلى مستمعينا الأعزاء وعلينا كلنا ان شاء الله. اللهم آمين. أحب يعني أقول لهم يوم الأحد، خلونا نقول كل أحد، اللي يحبه كل أحد زي ما كانت بيقول دكتور ندم. نعم. ونبدأ بمجموعة من الأشياء اللي صارت خلال عطلة نهاية الأسبوع. طبعا نحن كنا موجودين أخوي عبد الله في موقع فعاليات في منطقة احتفالات رأس السنة في دبي، من خلال 3 مستشفيات ميدانية، وكان يساندها كل من مستشفى راشد ودبي ولطيفة، وتم تجهيزها وتزويدها بأكثر من 55 طبيب وممرض وإداري. أيضا من ضمن الأشياء اللي الجميلة اللي كانت موجودة أن أحد المتعاملين اللي كانوا الحمد لله الله يعافيهم إن شاء الله والحمد لله أنهم بخير، لكن كانوا منبهرين بوجود مستشفيات ميدانية، مثل ما قال لنا أنه كان يتوقع أنه مثلا بيأخذون الإسعاف في المستشفى، ولكن اكتشف أن نحن نجهز المستشفى كامل ميداني ومجهز بكل التجهيزات. صحيح. هاي من الأشياء اللي فعلا فرحتنا لما شفنا أن الناس سعيدة بالخدمات الطبية في رأسنا. جميل جدا. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا يعني حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي رسالة بريد إلكتروني رائعة وصلت لجميع موظفين حكومة دبي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. يعني يمكن هاي بتكون الرسالة هي اللي عطتنا كنا القوة والطاقة الإيجابية اللي نبدأ فيها 2021، وحطينا الرسالة في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا حملة تطعيم كوفيد 19 مستمرة في هيئة الصحة بدبي، وحاليا نحن نقوم ببعض المعلومات اللي نحطها للجمهور الاستفادة منها. اليوم وصلت وايد أسئلة عن منو هي الفئات المستثناة من أخذ التطعيم، وتم نشرة خاصة اليوم حول الفئات اللي ما يقدرون يأخذون منها التطعيم، منها الحوامل والمرضعات والمصابون بأمراض نقص المناعة والأطفال دون 18 سنة، النساء اللواتي خططن للحمل، ومن لديهم حساسية من أي من دواء أو أي لقاح أو طعام أو مادة تحتوي على الأدرينالين. في الجسم. هاي تقريبا الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونتمنى للجميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية حتى لو كانوا مخضين التطعيم، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك، وكل عام أنت بخير وصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصلة ولا ناخذ بريك، بس نحب أن نذكركم بالأماكن اللي توفرها هيئة الصحة في دبي يعني لقاح كوفيد 19 في دبي، في مركز زعبيل الصحي، وأيضا في مركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، وأيضا مركز البرشة. أيضا مستمعين الأعزاء، أهمية اللقاح، طبعا اللقاح هو وسيلة آمنة وفعالة تحمينا من أمراض خطيرة، ويمكن أيضا الوقاية منها، حيث تقوم اللقاحات بتحفيز الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية وتدريب جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة. آمنة، عندك شيء تبين تقولين قبل لا نطلع الفاصل؟ نعم أخي عبد الله، طبعا نذكر المستمعين دائما بالفئات ذوي الأولوية اللي يأخذون تطعيم لقاح كوفيد 19، واللي هم كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وكذلك خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك خط الدفاع الأول، وكذلك العاملون في المهن الحيوية الأخرى. طبعا صحيح، ومثل ما ذكرت أختي آمن، لنا كثير من الناس يسألون هل يعني اللقاح آمن؟ طبعا يعني أي شخص بيسير على أساس أن اللقاح، أكيد في طبيب هناك ويقدر يستفسر عن الموضوع هذا بشكل أكثر. نذكر أيضا مستمعين الأعزاء بأن ما زالت هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في مول الإمارات، وأيضا مردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر، ويمكنكم مستمعين الأعزاء التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 لأخذ المزيد من المعلومات. موضوعنا الآخر اليوم أختي آمنة، موضوع الحقيقة جميل وموضوع أيضا مفيد،
للأشخاص اللي مقبلين على الزواج، والخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي خدمة فحوصات ما قبل الزواج. بيكون معانا مستمعينا الأعزاء اللي يخطط حق الزواج طبعا يتم، وبيعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. بنعرف اليوم أكثر مستمعين الأعزاء عن فكرة عامة عن هذا الفحص والأماكن اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مثل هاي الخدمات المميزة، وتفاصيل أكثر بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، وتقدمها لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونذكر دائما مستمعين الأعزاء بضرورة أخذ لقاح كوفيد-19 للفئات المستهدفة بالدرجة الأولى، وهي كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين اللي أعمارهم فوق 60 سنة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص والعاملون في المهن الحيوية الأخرى. اختيامنا وين مراكز الفحص؟ طبعا أخوي عبدالله نقول حق المستمعين أن توفر لقاح كوفيد-19 في دبي في مركز المزهر الصحي ومركز أبتاون لفحوصات الصحة المهنية، وكذلك مركز ند الحمر الصحي ولسكان مدينة حتى. طبعا هو متوفر في مستشفى حتى، وكذلك في مركز زعبيل الصحي ومركز البرشة الصحي. نعم مستمعين الأعزاء، يعد فحص الطبي قبل الزواج من البرامج الوقائية الناجحة التي تطبقها هيئة الصحة بدبي تماشيا مع قانون الفحص الطبي الذي صدر في عام 2006، لما فيه من فوائد عديدة في الكشف عن أمراض كثيرة ومنع الإصابة بأمراض أيضا وراثية وأخرى خطيرة قد تدمر الحياة الزوجية المستقبلية. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع الحيوي سرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتور مهدي صباح الخير. النور والسرور. الله يحييك دكتور، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. الله يحييك. طبعا مثل ما ذكرنا دكتور، يعني هيئة الصحة بدبي توفر هاي الخدمات المهمة والخدمات المميزة اللي هي فحوصات ما قبل الزواج. دكتور مهدي، لو تعطينا فكرة عامة عن هذا الفحص وأهميته في تحقيق الاستقرار الأسري. أولا بغيت أحيي جميع المستمعين وأشكركم بداية على الإعلان على موضوع اللي هي تطعيمات كوفيد-19. هي يعني شغلة زينة صراحة. الله يسلم. بخصوص الفحوصات، صار هذا القرار من سنة 2006 تقريبا، أن أي شخص مقبل على الزواج سواء امرأة أو رجل لازم يعملون مجموعة من الفحوصات، مع وبعد ظهور نتائج الفحوصات تنعطى لهم شهادة معينة أنهم الأشخاص هذا مثلا لائقين صحيا للإقبال على الزواج. هذا الفحص مهم جدا لأنه يتجنب عدد كبير من الأمراض، بالذات الأمراض الوراثية، وبالطبع نحن نعرف عند اللي هي من أشهر الأمراض الوراثية الموجودة في الدولة هي مرض الثلاسيميا. نعم. فكان الهدف الأول أو من الأهداف الرئيسية لتجنب زيادة في عدد المصابين بالمرض هذا. فالحمد لله بالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم المختلفة في الدولة والهيئات والوزارة ووزارة الصحة، تم عمل هو اتفاق على مجموعة من الفحوصات، وهي كلها فحوصات دم، فواحد يأخذها يعمل هذه الفحوصات ونحن نشوف إذا الشخص هذا كان عنده أي مثلا قابلية للإصابة بمرض معين أو لا. نعم دكتور، ممكن تعرف المستمعين على الأماكن اللي ممكن أنهم يحصلون على هاي الفحوصات ما قبل الزواج في هيئة الصحة بدبي؟ هيئة الصحة في دبي تقدم هذه الخدمة في جميع مراكز صحية الأولية كلها. نعم. يعني من مركز المزهر إلى مركز البرشة وزعبيل وكلها، كل المراكز.
نعم، وهاي الفحوصات مثل ما ذكرت دكتور هي فحوصات دم، فهل من خلال هالفحوصات ممكن تعرف على جميع الأمراض اللي ممكن تواجه يعني اللي مقبلين على الزواج؟ هي نحن نفحص اللي هي الأمراض الرئيسية اللي ممكن تكون يعني مثل الدرجة الأولى في الخطورة. بشكل عام نحن نبحث عن أمراض اللي هي وراثية اللي في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو اللي هني معروف بالسكل سيل أنيميا. مرض الثلاسيميا النوع باء، وبعض الأمراض الثانية مثل اللي هي الفيروسات والأمراض التناسلية. نعم، وكذلك دكتور يمكن أحد المستمعين حاب يستفسر إذا قام بهذا الفحص مثلا كم تحتاج المدة لتظهر نتيجته إذا هو لائق، عشان المقبل للزواج يخطط مثلا بقوم بالفحص في هذا الوقت وبعدها أقدر يعني أقوم بعقد الزواج؟ طبعا هو عادة الفحوصات هذه الحمد لله بفضل الأجهزة الجديدة الموجودة بشكل عام في فترة أقل من أسبوع تكون النتائج جاهزة. نعم دكتور، تبعا للنتائج اللي تظهر من الفحوصات الطبية، متى ممكن أن الطبيب يقول حق المقبلين على الزواج يعني لا سمح الله أن أنتوا غير لائقين للزواج، متى ممكن يكون هذا هو الجواب؟ هو في عادة نحن شو نسوي لما نطلب لهم الفحوصات، نطلب منهم يراجعون مثلا خلال أسبوع وكذا للنتائج. إذا خلال هالفترة شفنا إن في أحد النتائج مثلا تحتاج إن نحن نجلس مع العميل بشكل منفصل عن الشخص الثاني، نحن نتصل فيهم نقولهم لو سمحتوا ممكن تراجعون العيادة لمناسبة نناقش نتائج الفحص ونبلغ الشخص هذا إن في بعض النتائج مثلا تحتاج إعادة فحص أو تحتاج علاج خاص وكذا بدون ما نحن نخبر الطرف الثاني، أو في حالة إن هي النتائج سليمة لكن مثلا الشخص عنده نوع من أنواع فقر الدم وكذا، ولما الشخصين يحضرون نوضح لهم النقطة، نوضح لهم شيء النتائج، وبناء على هذا نحن ممكن نبعثهم إلى مركز الصحي الثاني اللي هو المختص بأمراض الثلاسيميا وفقر الدم، حيث يقعد مع الشخص المناسب ويشرح له شو هي العواقب، شو هي المخاطر اللي ممكن تصير مع الزواج هذا. طبعا في النهاية اللي هي إصدار شهادة اللياقة الطبية تعتمد على المرض نفسه وتعتمد على فهم الشخص. في بعض الحالات ممكن هما مثلا يصير الإصرار من الطرفين هذا الزواج حتى بالرغم من موجود اللي هي العوائق مثلا فقر الدم وكذا وهذا، لكن هذا تم مناقشته في بشكل مستقل. نعم دكتور، متى سرية هذه الفحوصات؟ كيف ممكن نطمن المتعاملين أن هذه الفحوصات تجرى في سرية تامة أو لا يمكن لأحد الاطلاع عليها؟ طبعا طبعا أولا هي كل الملفات الطبية الحمد لله هي سرية، ما يطلع عليها غير العميل والطبيب المعالج. بخصوص هذه الفحوصات مثل ما شرحت هي يعتمد على النتائج، إذا كانت مثلا بعض النتائج مثلا بعض الفيروسات وبعض الأمراض التناسلية هذه نحن نتم نحن التعامل وياها بشكل سري بينه وبين الشخص المصاب فقط، نتصل في الشخص نطلب منه يراجع العيادة عشان نناقش النتائج هذه بدون ما الطرف الثاني يعرف. طبعا نحن ما نصدر أي شهادة ولا نحن نقدر نصدرها إلا إذا الشخص نفسه هو وافق أن الطرف الثاني يعرف، أو مثلا إذا كانوا شخصين وصلوا وهم يقولوا نحن ما عندنا مشكلة، لكن بدون موافقته نحن ما نقدر نعطي المعلومات للطرف الثاني. في خصوص الأمراض الثانية اللي هي فقر الدم السكل سيل أو الثلاسيميا، هذه ممكن الطرفين يكونون موجودين وهم يعرفون عن هاي النتائج في نفس الوقت. نعم يعني السرية دكتور تامة حتى أن تعطي للمتعامل الثقة أنه يتوجه للمراكز الصحية في هيئة الصحة بدبي، حتى أن النتيجة نفسها مثل ما ذكر دكتور ممكن أن يعني الشخص يكون منفصل عن الشريك يحضر أو تتوجه له يعني أن المعلومات أن أنت مثلا فيك المرض المعين هذا،
فإحنا نطمن المستمعين أن الفحوصات ما قبل الزواج والفحوصات هذه تتم في سرية تامة. طبعا دكتور حابين نعرف منك يعني نصيحة توجهها للمقبلين على الزواج في ختام هذه الفقرة. أولا أهم نصيحة أن نحن نحاول نقلل نسبة الأمراض هذه. فإذا كان مثلا لا سمح الله شخص واحد حامل لصفة وراثية لثلاثين ميبا والشخص الطرف الثاني نفس الشيء، فيكون أفضل نصيحة بالنسبة لهم أنهم يحاولون يتجنبون الزواج هذا، لأن العواقب شديدة. الأطفال اللي يولدون فيهم المرض هذا بشكل كبير، النسبة عالية أنها تصير عندهم الإصابة هاي. والنصيحة الثانية أن ما يخافون من الفحوصات هذه، لأن هي نحن نتعامل وياها بشكل عام بسرية تامة بيننا وبين العميل فقط. وهذا نعم طبعا دكتور مثل ما قلت هم في زواجهم هذا وارتباطهم هذا يأثرون على أسرة قادمة، نتمنى طبعا أن تكون أسرة صحية وبأتم صحة وعافية، ونتمنى من الجميع طبعا عدم إهمال هذه المواضيع المهمة جدا. طبعا شاكرين لك دكتور مهدي العبودي أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لتواجدك معنا، شكرا على وقتك الثمين. اختيامنا الموضوع الحقيقة مهم، ومثل ما تفضلتي بأن يعني دائما هيئة الصحة توفر خدمات مميزة وخدمات يعني مهمة في هذا الجانب بما يخص فحوصات ما قبل الزواج، ومثل ما ذكر الدكتور بأن هي يعني تعطي أهمية وأيضا تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري. ناخذ فاصل. نعم أخوي عبد الله، وعندنا اليوم أو بعد الفاصل عندنا فقرة التغذية، واليوم فقرة التغذية أختي آمنة تحت عنوان عام جديد ومناعة قوية. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء بنعرف أكثر عن هاي الفقرة بعد الفاصل، خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما مستمعين الأعزاء من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ويانا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكركم مستمعين الأعزاء بضرورة أخذ لقاح كوفيد-19 للفئات المستهدفة بالدرجة الأولى، وهي كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين اللي أعمارهم فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وأيضا خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص والعاملون في المهن الحيوية الأخرى. اختيار من الأماكن اللي ممكن أخذ لقاح كوفيد-19. طبعا أخوي عبد الله أماكن تواجد لقاح كوفيد-19 هي في مركز المزهر الصحي ومركز أبتاون الفحوصات الصحية المهنية ومركز ند الحمر الصحي ومركز زعبيل الصحي ومركز البرشة الصحي، وكذلك طبعا أخوي عبد الله مستشفى حتى. نعم، وأيضا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم اختيامنا تحت عنوان صداع التوتر. نعم صداع التوتر أخوي عبد الله هو انتشار ألم حاد أو معتدل في الرأس، وهو أكثر أنواع الصداع انتشارا ولا يعرف أسبابه حتى الآن. والسيطرة على صداع التوتر تكون من خلال التوازن ما بين اتباع عادات صحية وتلقي علاجات بدون أدوية وتناول الأدوية المناسبة. وطبعا من علامات الصداع التوتري وأعراضه وجود ألم شديد في الرأس والشعور بضيق أو ضغط يحيط بالجبهة أو على جانبي ومؤخرة الرأس، والشعور بالألم عند لمس فروة الرأس والرقبة وعضلات الكتف.
نعم، اختي آمنة مع فقرة التغذية اليوم تحت عنوان عام جديد ومناعة قوية. طبعا انتشار مستمعين الأعزاء فيروس كورونا ومحاولات الوقاية منه زاد اهتمام الناس بالطرق المختلفة لتقوية المناعة، وأصبح الاهتمام بتقوية جهاز المناعة ضمن سلم الأولويات لكثير من الناس، بسبب طبعا الدور الكبير الذي يلعبه في مقاومة الفيروس وحماية الجسم. مستمعين الأعزاء، يسرنا اليوم أن تكون أو يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة سهل نوفل، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة سهى، صباح الخير. صباح النور والسرور، أهلين أخي. الله يحييك. حابين يعني تعطينا أكثر عن أهمية الغذاء الصحي في تقوية جهاز المناعة طبعا، والأغذية التي تنصحون بها وأهميتها أيضا. صباح الخير على كافة مستمعينا، وزي ما تفضل أخي الكريم أنه فعليا مع هذه الظروف اللي إحنا مرينا فيها وما زلنا بنمر فيها، أصبح موضوع التغذية والجهاز المناعي هو من أهم أولويات الناس في هذه الظروف، حماية الجسم من الفيروسات ومن كافة الأمراض، خاصة مع دخول موسم الشتاء الآن وظهور الفلونزا الموسمية، الأمراض الرشح والزكام، كل هذه أيضا تتطلب يكون عندي جهاز مناعي قوي. كل ما كان جهازي المناعي قوي، كل ما كانت مقاومتي للأمراض أفضل، وأعطتني قللت من تأثيرات الجانبية لهذه الفيروسات والأمراض. من ناحية النصائح اللي نقدمها لبناء فعلا واستقبال عام جديد بجهاز مناعي قوي، لو تطرقنا بشكل سريع لبعض النقاط اللي هي مثلا أهمها الحصول على قسط كافي من النوم. كل ما قلت ساعات النوم بيصير الإنسان عرضة لتقليل جهاز المناعي وعرضة للإصابة بالفيروسات. البعد عن التوتر والقلق قدر المستطاع وممارسة النشاط البدني. من ناحية تغذوية، من ناحية الغذاء السليم، الغذاء الصحي بيوفر لي وبيساعد على بناء جهاز مناعي قوي يقاوم الأمراض. من أهم الأغذية اللي إحنا دائماً حريصين على تناولها لحتى يكون جهازنا المناعي قوي، خاصة في مع دخول فصل موسم الشتاء، الإكثار من الخضار والفواكه. الخضار والفواكه خاصة الداكنة منها اللي لونها أكثر غامق، برتقالي، اللي لونها أحمر غامق، هذه الخضار والفواكه تتركز فيها مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة تعمل على تقوية، بتحافظ على جهاز المناعة، بتحافظ على خليات الدم في الجسم، فبالتالي يصير عندي مقاومة للأمراض. هذه الأغذية أيضا تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي، فيتامين سي أيضا يعزز ويقوي جهاز المناعة. الخضار الورقية يكثر فيها المغنيسيوم، أيضا المغنيسيوم يساعد برضو على تقوية جهاز المناعة ويعمل كمهدئ للجسم ومهدئ للأعصاب، وبالتالي لما تكون أعصابي هادية أنا بحفز جهاز المناعي، يصير عندي الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل. أيضا الإكثار من المواد اللي بتحتوي على البكتيريا الصحية، لأن أنا لما البكتيريا تكون عندي المفيدة في الجسم تعمل بشكل جيد وموجودة بالعدد الكافي، هاي أيضا بتعزز من جهاز المناعي وبتحسن من عمل كريات الدم البيضاء. شرب الكمية الكافية من الماء، يعني إحنا لما نحكي للإنسان يشرب كمية كافية من الماء بشكل سريع نعطيه حس سريع على الشخص، إذا أضرب الوزن تاعك في 30 يعطيك كم ملي ما تحتاج في اليوم. هاي الحسة السريعة اللي منوصلها لأغلب الناس، أغلب المستمعين، يعني شخص وزنه 60 يضربها في 30 يحتاج إلى 1800 ملي، يعني تقريبا ما يقارب اللترين ماء في اليوم يكون موزع على مدار اليوم. والماء جدا جدا مهمة للمناعة، للبشرة، للصحة، لعمل الجسم. تمام. أيضا أخي الكريم، من الأشياء اللي بتعزز لي جهاز المناعة هي تناول الأغذية اللي فيها فيتامين ألف. فيتامين الألف هو فيتامين البشرة بيسموه، فيتامين الجلد. وزي ما احنا عارفين الجلد هو أول جهاز مناعي ضد الأمراض، فهو أول طبقة تحمي من هاي الأشياء. فلما يكون عندي الجلد صحي ومبني بشكل صحيح، إذا يعني أنا عززت من أول خط دفاع عندي في الجسم. نعم.
من أي شو مصادر فيتامين ألف؟ أكثر شيء موجود في البطاطا الحلوة فيتامين ألف، وهذا موجود يعني هاي أيضا من الأشياء الموسمية اللي أنا ممكن أتناولها أشويها أتناولها، ممكن أتناول عن طريق السلطة كمان بتتناولها الشخص بيعزز من فيتامين ألف الموجود عنده. أيضا موجود في الحلوة بالكاملة تناول الأوميجا 3 اللي هي تتكسر في الأسماك وموجودة في بعض أنواع المكسرات لأنها بتحسن من المزاج وبتقوي الذاكرة، وهذا بالتالي كله ينعكس على مناعة الجسم. هل في وقت؟ نعم تفضلي. نعم بالإضافة إلى هذه الأمور كلها زي ما حكينا، تناول البروتين المفيد، البروتين الصحي اللي قليل الدهون، كما أنا تناولت بروتين عالي القيمة الغذائية أيضا يساعد في بناء الخلايا بشكل جيد. التقليل من الدهون ومن السكريات، الدهون والسكريات تقلل عندي من كفاءة الجهاز المناعي، الحلويات المشروبات الغازية هذه تنسبة عالية جدا من السكر، والسكر يقلل من كفاءة الجهاز المناعي. نعم طبعا نعم طبعا أخت سهى، حابين نعرف منك طبعا نشكرك على هاي المعلومات القيمة، وكذلك نبي يعني نصيحة أخيرة منك فقط لضيق الوقت طبعا، وبنستكمل الحديث أكثر عن تقوية جهاز المناعة خلال هذا العام، بنتناول هالموضوع أكثر وأكثر، فأعطينا لو تسمحين نصيحة أخيرة نختم فيها فقرتنا اليوم. النصيحة هي ما تأكله الآن هو غذاء أكل المستقبل، وهو هو البناء يعني اللي تأكله تتناول اليوم هو سيكون هو بناء هو زادك للمستقبل، فحرص على أن يكون غذاء صحي ومتوازن وكامل العناصر الغذائية لحمايتك من كل ما هو آكل تقليل بالتالي من أي آثار جانبية لأي مرض أو أي فيروس. نعم طبعا شكرا لك أخت سهى نوفل أخصائي تغذية سريرية بهيئة الصحة بتبي على هذه المعلومات القيمة. يعطيكم العافية. ننتقل أختي آمنة من فقرة التغذية إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وصحة الطفل والرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز صحة الطفل. طبعا أخوي عبد الله، تعد وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بتبي من الوحدات المهمة اللي تلعب دور كبير في تعزيز صحة الطفل ونشر الوعي والتثقيف الصحي لدى الأمهات بالطرق الصحيحة لرعاية وحماية الأطفال من الأمراض المحتملة. وطبعا للحديث عن هذه الوحدة يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة فاطمة سلطان العلمة، استشاري ورئيس وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح الورد والسعادة، حياكم الله، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام أنت بخير دكتورة فاطمة. الله يسلمكم، حياكم الله. طبعا دكتورة حابين نعرف عن معاك طبعا على السريع عن فكرة عامة عن وحدة صحة الطفل والخدمات اللي تقدمها لتعزيز صحة الطفل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أبغى شوية أتكلم عن الطفولة بشكل عام عشان الآباء والأمهات لو يسمعونا يعرفون إن الطفولة مرحلة الطفولة وايد وايد مهمة للأطفال للعقب للبعدين. المرحلة الطفولة هي الحجر الأساس في بناء كل المجتمعات، والطفل هو الثروة الحقيقية. بليز لازم أي أبو والأم لما الله ينعم عليهم بالطفل لازم يستثمرون في هذا الطفل، لأن الثروة الحقيقية لأي مجتمع بيكون الطفل. ومرحلة الطفولة أهم وأخطر مراحل التكوين ونمو شخصية الطفل، وبخاصة في السنوات الخمس الأولى. فإحنا نبغى يعني نشوف الطفل وايد مفهوم الصحة الجيد يعتمد على الصحة الجسمانية والنفسية للطفل، تبدأ من مرحلة الحمل. فعشان شيء اهتمام بصحة الأم في فترة الحمل يظهر انعكاسا إيجابيا على صحة جنينها وبالتالي صحة مستقبل الطفل، وعلاقة العاطفة والحنان بين الأم والطفل تبدأ في فترة الحمل، عشان شيء تستمر حتى نهاية العمر. فلا أي لما أي أزواج يخططون يكون عندهم طفل لازم اهتمام بالأم من قبل الحمل للحمل وبعد الولادة للبيبي. أنا أدري نحن كل الأمهات والآباء يشتغلون، بس ما علي، لما تكونون في البيت بليز اهتموا في عيالكم. تربية الأطفال يعتمد على الإحساس والفطرة التي تتمتع بها الأم، لأن هناك نقاط أساسية يجب أن تعلمها الأم وتعمل بها لتضمن تربية سليمة لطفلها وتنعم بأمومة خالية من الأمراض والمشكلات الصحية.
فمثل ما تفضلتي أهمية الطفولة، فقلنا يعني الأطفال من هالمنطلق هيئة الصحة أولت اهتمام كبيرا بالطفل من خلال توفير خدمات صحة الطفل في جميع مراكزها الصحية. فعيادات صحة الطفل اللي عندنا تقدم رعاية صحية كاملة للأطفال، وتشمل مختلف أوجه التطور في النمو والصحة البدنية والنفسية للطفل، من خلال أول شيء شو نسوي بعد الولادة على طول؟ فحص السمع. ما نبى الطفل عقب سنتين أمتي تقول ياهل ما يتكلم وما يرمس، وما عقب نكتشف إن الطفل المسكين ما كان يسمع. والحين الحمد لله عقب الولادة نسوي فحص السمع، فحص البصر، فحص اليرقار أو بصفار، وايد مهم إحنا نقدم في خدمة صحة الطفل، لأن بصفار بحد ذاته الناس يعتبرونه شيء بسيط. لا، إذا إحنا ما اكتشفناه ما عالجناه ما دركناه ممكن الطفل السليم يتحول لطفل معاق. فوايد مهم هالفحصات اللي إحنا نسويه. نعم. نسوي نوع بعد تحليل أمراض الجينية، نتأكد إن الطفل خلو الطفل من أمراض الجينية الوراثية. مثلا شيء بسيط، غدة درقية. إذا الطفل مولود وعنده مشكلة في غدة درقية وما داركناه بسرعة وما عالجناه بيكون متخلف عقليا، حرام. الحمد لله الحين بعد 48 ساعة نسوي هالتحديد وعلى طول تطلع النتيجة إذا الطفل عنده مشكلة بغدة درقية، غدة كظرية، وايد غدد. إحنا نسوي تقريبا 51 مرض خلال بس قطرات من ريل الطفل دم. وبعدين نشوف مثلا وايد في حكم بعد ما هذا الأشياء كل نسوي، بعد عندنا مثل ما تفضلت عيادة الرضاعة الطبيعية بعد في صحة الطفل، ونشرح للأمهات كيف فوائد الرضاعة الطبيعية وشو يسوي. أشياء ثانية متابعة النمو والتطور الجسمي للطفل، بعد نسوي بعيادة صحة الطفل لأن النمو وايد مهم. ما نبي الطفل يكون سمين لأن بيتم سمين لين آخر عمره، ما نبي يكون هزيل لأن أول سنتين من العمر وايد مهم تغذية سليمة للطفل. نعم طبعا دكتورة، مثل ما ذكرتي اليوم حابين نتكلم عن الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في وقاية الطفل من الأمراض. إن شاء الله الرضاعة الطبيعية صراحة هو استثمار مذهل لصحة الأطفال وأمهاتهم. يعني الأم لازم ما تبخل على بيبيها بالرضاعة لأن لها وايد للأم للطفل. نعم. لها تأثير عظيم، فهي أفضل غذاء صحي لصحة ونمو الطفل خلال هذه الفترة الحرجة. يعني طفل تو مولود أول فيتامين يأخذ، أول تطعيم يأخذ عن طريق رضاعة طبيعية. في كل مكان في العالم يسمونه جولدن سيراب، الشراب الذهبي اللبع. فوايد مهم أن الطفل والأم يكونون مع بعض من بعد الولادة. الملامسة الأم جلد الأم لجلد البيبي وايد مهم. نعم. لنظم ضربات القلب الطفل، يخلي حرارة جسم الطفل يكون حرارة سليمة. من هني تبدأ تتكون يعني مخ الطفل ينمو، وايد وايد مهم. وبعدين رضاعة طبيعية تؤكد توصيات منظمة الصحة العالمية والاستراتيجيات العالمية لتغذية الرضع بصغار الأطفال، إن نبدأ رضاعة طبيعية من الساعة الأولى مباشرة بعد الولادة، ونخلي الأم يسمونهم ضرورة المساكنة، إن الأم والبيبي يكونون مع بعض طول الوقت. يعني ما نبي الأم تقول أنا توني مربية تعبانة خذ البيبي عني، لا. نعم طبعا دكتورة، عفوا يعني أقاطعك، بس هذا موجود طبعا في منشآت هيئة الصحة في دبي. يعني أنا أتذكر في أول ولادة لي كنت أقولهم يعني أنا تعبانة خلاص شلوا البيبي شوي بس يعني في أول ساعة، بس صراحة هم كانوا حريصين جدا أن يكون الطفل موجود ومع الأم منذ الساعة الأولى. وطبعا هناك دكتورة الممرضات اللي يجون في البداية عشان يعلمون الأم على الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية منذ البداية، يعني من الساعات الأولى من الولادة. صحيح، لأنه وايد وايد مهم. تعرفين أختي إن إذا الرضاعة طبيعية مو بس الغذاء، عشان تكوين شخصية الطفل، عشان الذكاء. اكتشفوا إن IQ هاي معدل الذكاء للأطفال يأخذون رضاعة طبيعية بيكون أعلى من أي طفل تاني. التوحد الطفل ليش؟ لأن أم دائما لما هي ترضع البيبي مفروض هي تطالع البيبي وتتكلم مع البيبي. نعم. فتواصل بين الأم والطفل ويعني وايد لها أهمية كثيرة رضاعة طبيعية، مو بس للأم، للطفل، للأم بعد. الأم اللي ترضع النسبة اللي تصير فيها يصير فيها سرطان الثدي والعياذ بالله والمبايض بيكون وايد أقل من الأم اللي ما ترضع. نعم، وكذلك دكتورة العلاقة تكون بين الأم والطفل علاقة مختلفة للأم المرضعة، لأنها دائما ملازمة للطفل بحكم الرضاعة الطبيعية. طبعا أنا
أشعر عن تجربة أن الأم لما تكون ترضع رضاعة طبيعية يكون بينها وبين طفلها علاقة يعني أن تكاملية، الأم محتاجة الطفل والطفل محتاجها طوال الوقت. صحيح والله، حتى هالعلاقة تستمر لين ما الطفل يكبر. تدري فترة المراهقة فترة البلوغ الطفل يحتاج حد، بس إذا هالعلاقة تكونت عقب الولادة تكون هالعلاقة وطيدة لين آخر العمر. نعم، وايد وايد علاقة حلوة. فأتمنى نعم. كل الأم يعني ترضع الطفل، تهتم في الطفل. أنا قلت صح الأمهات كلهم يشتغلون، بس لما تردون البيت بليز اهتموا في هالطفل اللي عندكم. وفي الآباء والأمهات يتحسبون إن مثلا يشترون لهم أغلى حليب، يبون لهم أغلى أحسن ممرضة، بس لا، الطفل يحتاج الأم والأب عشان يكون سليم وسوي نفسيا وكل شيء. نعم، وطبعا دكتورة ما ننسى أن في دوائرنا الحكومية هنا وفرت للأم ساعات الأمومة وكل الأمور مسهلة. وحتى دكتورة لو نتكلم عن يعني أن سهولة شفط وتخزين الحليب هي تسهل أيضا إذا الأم كان لها وعي في هذه المواضيع، تسهل في تخزين الحليب، تسهل عليها عملية استمرار الرضاعة حتى أثناء العمل. فطبعا دكتورة قبل ما نختم هاي الفقرة، طبعا لضيق وقتنا اليوم عندنا متبقي لدينا 4 دقائق دكتورة، نبي تتكلمين فيهم عن حملاتكم التوعوية للأهل بأهمية الرضاعة الطبيعية. احنا دائما كل سنة 2-3 نسوي لهم حملات توعوية عشان الرضاعة الطبيعية، لأن هدفنا إن في أمهات مثلا أول بيبي، خاصة الأم اللي تجيب أول بيبي ما يكون عندها معلومات كافية عن الرضاعة. في أمهات لما تقولهم يقولوا شو هاي بس رضاعة، لا، بس إحنا نشرح لهم شو المكونات حليب الأم، شو فوائد حليب الأم للأم والطفل. مثل ما تفضلتي شفط الحليب صح، كل الأم موظفة، إحنا ننصحهم بعد الولادة بيكون عندهم حليب أكثر من كفاية الطفل. الأم تجلس تبدأ تشفط، حتى الحين ينصحون الشفط اليدوي، تشفط الحليب وتخلي في أكياس وتحط عليه تواريخ في الفريزر. يعني ممكن تحتفظ الأم اللي موظفة قبل ما تروح الدوام ممكن تشفط حليبها وتخلي في حرارة الغرفة 4-6 ساعات لما هي ترد من الدوام. ولله الحمد الحكومة موفرة لنا، عندنا احنا في هيئة صحة دبي وكل الحكومات المحلية سنة كاملة ساعتين. نعم. يعني وايد عندنا ما شاء الله نسبة الرضاعة الطبيعية عالية الحمد لله. طبعا هذا دكتورة من حملاتكم التوعوية ومن كذلك التوعية واللي تقدمونها طبعا لجميع الأمهات سواء العاملات أو الأمهات اللي في المنزل. طبعا شاكرين لكم هذه الحملات التوعوية. ودكتورة لازم نتطرق لهذا الموضوع أكثر وأكثر خلال هذا الشهر إن شاء الله. شاكرين لك دكتورة فاطمة سلطان العلمة، استشاري ورئيس وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة على وقتك. شكرا لك. تسلمين. وطبعا أعزائي المستمعين في ختام حلقتنا نذكركم بضرورة أخذ لقاح COVID-19 وخاصة طبعا للفئات ذوات الأولوية. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. وطبعا الشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وكذلك في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وكذلك الشكر لمخرجنا المبدع نمر محمد. كنت معاكم أنا آمنة العلي وزميلي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.